إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم والصفة؟ عبد المجيد صحيح، أمين جمعية الهدى بحي النصر. حي النصر الجديد اللي كنتواجدوا فيه الآن أمام هذا المسجد هذا. نبغي نعرفوا أولاً هذا المسجد هذا واش كيكون غير في رمضان ولا كيكون في الأيام الأخرى أيضاً؟ لا لا في رمضان. إيه في رمضان. والمسجد من 1999. يعني من 1999 كيكون هنا في رمضان فقط. يعني من غير رمضان الناس ملي كيبغيو يصليو الجمعة وغير جمعة والصبح، وطبعا المساجد بعيدة عليهم في أحياء كثيرة، يعني كيف كتصرفوا في هذه القضية هذه؟ لا المساجد بعيدة، بالنسبة للمساجد كاين المسجد الوحدة بعيد، كاين المسجد الحسن، المسجد الحسنية تا هو بعيد، وبالنسبة للناس كبار كيبغيو يصلوا صلاة الفجر وصلاة الصلوات الأخرين كيصلوها في ديورهم على قبل حيت بعيد تما. وطبعا هنا يشرح للمشاهدين كاين واحد التكتل سكاني كثير، يعني مجموعه ديال الاحياء هنايا تابعه لحي النصر تواقع انه يكون مسجد هنايا. كنتمنوا يكون مسجد هنا ونطالبوا المسؤولين والمحسنين باش يعاونونا ثاني باش يكون مسجد ان شاء الله. اذا النداء ديالكم للجهات المسؤوله والمعنيه وايضا المحسنين خصوصا المحمديه مدينه صناعيه، في عدد من الشركات، في عدد من المقاولين، النداء ديالكم. النداء كنطالبهم باش يعاونونا في هذا المسجد ويعاونوا حتى الشباب ديالنا باش يصليو تما، باش الا كان المسجد حداهم كيصليو، والناس الكبار تما المسنين ما كيقدروش يمشيو للمساجد بعاد، كنتمناو باش يعاونونا تانا باش يعاونونا في البناء المسجد ان شاء الله. اذا احد اعضاء الجمعيه شكرا على الكلمه ديالك. شكرا. وكاين الناس دابا ديال حي النصر المسجد بعيد عليهم، بحال كما قال الاخ الناس كبار المسنين كذا، كاين اللي كيعكس باش يصلي الصلاه مع الجماعه. كيكون مثلا من الجامع بعيد عليه يصلي في الدار، ربما كيقدر يصلي اليوم غدا يقطع، فهمتيني؟ ولكن كاين المسجد قريب ليه ربما كيحاول يجي وكيلقى الناس بجماعه وصار الجماعه في واحد الفضل كثير. هذول كاين، وهذا البلاصه انما قال لك انما دايرين في المسجد وكاين في البلان ديال ان المسجد، وكنطلبوا المحسنين والمسؤولين الله يجازيهم بخير يتعاونوا مع الناس، وهاد الناس هما راهم ضحيين صحاب الجمعيه وكذا باش تساعدوهم. يعني كل واحد معني بالامر انه هاد المسجد هذا خاصو يكون هنا وخاصو يساهم فيه. اي واحد اللي وفقوا الله سبحانه وتعالى واللي عنده من على الله عز وجل يعاون هاد الناس باش يكون مسجدنا ويكون دعوه للجميع. اذا شكرا على الكلمه. اسم الكريم والصفه؟ عبد الرحمن فقيران، مستشار بجمعيه الهدى. يعني كي كتشوف هاد المساله هذه، هاد المنطقه هذه بدون مسجد، عندها مسجد مؤقت. هذه المنطقة هذه لأنه في الحقيقة كان خصها شي تبنى في 1999. السؤال اللي مطروح هو أن الشركة اللي بنات هذه العمارات، شركة اللي ولات الآن العمران اللي كانت العراق بكري، ما عرفناش علاش ما بناتش هي بعدا أصلا، علاش ما تبناش المسجد؟ كان مخطط أن يكون هنا مسجد. لأن من 1999 ملي تبنى المشروع كان في وسطه المشروع، كان خصو يكون فيه كما دار الحمام خصو يكون فيه المسجد. لحد الساعة ما قيم السؤال اللي مطروح علاش الناس ما كملوش المشروع ديالهم. السؤال الاول المسؤول بهذه المساله هذا هما الناس ديال العمران الان، اللي ذاك اللي ولات العمران، هما العراق اللي ولات العمران هما اللي مسؤولين الان على بناء المسجد. وبهذه المناسبه كنطالبوا كما قالوا جميع الاخوان، كنطالبوا بجميع الناس المحسنين اللي كيشوفوا انهم عندهم قدره انهم يجيو يساعدونا على بناء المسجد، بلا ما نعاودوا نكرروا هذه المساله ديال الناس كبار تمنعوا من صلاه الجمعه وتمنعوا من صلاه الصبح، تمنعوا من صلاه الجماعه اصلا. ملي جيت انايا اليوم هنايا وبان لي هذا المسجد الكبير هنايا وبانوا لي مصلين كثار هنايا، وكيف ما كنسمعوا الامام عنده واحد الصوت خارق للغايه، يعني الناس ملي غادي يولفوا هاد الامام هذا وهاد الصلاه وراءه، يعني من وراء رمضان، كيفاش غادي نتصرفوا في هذه المساله هذه؟ هذا هو المشكل، لانه بحال اللي قلنا بانه من وراء رمضان اللي كتحيد رمضان اغلبيه الناس اللي كيصلوا ما يبقاوش يصلوا بحال اللي قالوا الاخوان، غادي يصلوا في ديورهم، واللي يمكن الدار يمكن الانسان يقطع الصلاه. غالبيه غادي يقطعوا الصلاه. غادي يقطعوا الصلاه، لانه ما يمكنش راجل كبير عنده 60 سنه 70 سنه غادي يبقى يمشي من هنا للحسنيه، وكنعرفوا الوقت ما كاينش الامن، الوقت خيبه، الانسان في الصباح مع الربعه الصباح ما يمكنش يمشي للمسجد، الوحده بعيد، الحسنيه بعيد، اغلبيه الناس يمكن ما يبقاوش يصليوا، كاع كيصلي في هذا رمضان كيلقى الجماعه حدا كيلقى المسجد حدا كيصلي. اذا النداء ديالك للجهات المسؤوله والمعنيه ورجال الاعمال.
بكل صراحه. بكل صراحه كنطلبوا من جميع، هذه مسؤوليه ديال جميع الناس اللي من عليهم الله. هذه مسؤوليتهم، النداء لهم انهم يزكيوا اموالهم بناء المساجد. من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنه. كنطالبوا من المسؤولين كذلك يساعدونا، يخليو يلقاو لنا حل كيفاش يكون عندنا مسجد هنا، حتى الناس يبقاو يصليو. كتشوف الان وليدات ديال 6 سنين ديال 5 سنين كبار، كل شيء. هذه المساله هي مصلحه الحي ومصلحه اطفالنا، مصلحه الناس. الان كيجوا من كل منطقه باش يجيو يصليو معنا هنا. بغض النظر على مساله المسجد، الصلاه الحمد لله هي مفروضه، وكتعرف بان هنا الساكنه اللي هنا هي واحد الساكنه كتعرف واحد النمو ديموغرافي كبير. حتى المسجد هنا ما كيتسعش لهاد الساكنه كامله. حنا ما نكرهوش اللي زعما الناس محسنين واللي كيعرفوا بينهم بين الله يكون واحد 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 المدد واحد المساعده باش يبنيو لنا هذا المسجد هذا ان شاء الله، ويبقى على الدوام، نديروا له امام راتب ديالو اللي يبقى فيه ان شاء الله. والحمد لله حنا كنا نساهموا بداك الشيء اللي قسم الله. الشيء اللي تنتمناو ان شاء الله نكونوا ان شاء الله باذن الله تعالى، نتمناو نكون الناس المواطنين يساهموا في هذا المسجد ان شاء الله، وكون هذه المنطقه حتى تكون ان شاء الله تكون فيها مسجد كبير ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني خاص يكون لها تهميش، خاص الا كان تهميش في اي حاجه الا المسجد. نعم سيدي، ما يكون خاصها تكون المسجد ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا على الكلمه. لا شكرا. وعليكم السلام. الاضافه اللي عندك انا اللي كنظن انا اي ولو كانوا غير جوج بيوت في الخلا خص يكون هداهم مسجد، هذا هو الاصل. ولكن ملي كتلقى درب بحال هكا قد هكا يعني كتلقى حي النصر معروف، حي المحمديه، حي النصر تتلقى يعني حي النصر ما ادراك ما حي النصر كبير، تتلقى ما عندوش مسجد. الله المستعان، هذا هو الكلام ديالي. المسؤولين خصني نقول لهم يعني كيف ما هو كيتمنى يكون عنده مسجد في الحي ديالو، راه نحن كذلك كنتمنى من الله عز وجل ان يكون فين ما مشيتي يعني خطوه تلقى مسجد، خطوه اخرى تلقى مسجد. النداء ديالي اتقوا الله حيثما كنتم. الانسان يتقى الله عز وجل ويحاول ما امكن انه كيف ما كيحس يعني يحاول الناس الا ما كانش هو مثلا عنده الضمير اللي تيقول لهم مثلا بان خصو مسجد هو، فراه الناس الضمائر ديالها كتقول لها بان خصنا مسجد. الراي ديالي هو اصلا ماشي هو راه مسجد وكاين في البلان و11 عام وحنا ساكنين وحنا كنطالبوا بالمسجد يكون هنا، ومع الجمعيه الجديده جمعيه الهدى اللي وقفات وجابت لنا لهاد المعدات وكنشكروها جزيل الخير، وحنا حنا كنوقفوا كوقفه معاهم باش نطالبوا حتى حنا بيكون المسجد هنا، وما كرهناش شي محسنين اللي تعاونوا معنا باش يتمنى المسجد هنايا. ومن بنى مسجدا؟ يعني بنت بيت في الجنه ديال حي النصر الجديد. ملي ما كيكونش الجامع هنايا فين كتصلي الصبح؟ واش كتضرب شي مسافه؟ وطبعا حكي لينا ملي كتكون كيكون المطار، ملي كيكون هذا. دابا المسجد راه كاين لهيه في الحسنيه بعيد تقريبا راه بواحد 600 متر وتنعكزوا بعض الخطرات ما كنمشيوش، صراحه ما كنمشيوش تما كنصليو. وكنتمناو من المسؤولين يتعاونوا معنا هنايا ويديروا لنا شي مسجد هنا قريب لحقاش هاد حي النصر. التعاون وانما راه واجب. واجب، وحي النصر راه كبير ورانا درب خرطة هو راه كيتبنى لهاد الجهه. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يسهل علينا بشي مسجد هنا صراحه. حنا دابا كما اللي كيكون الشتا راه تنعكزوا ما كنمشيوش المسجد، راه بعيد علينا، راه في الحسنيه في القنت لهيه. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يسهل علينا في شي مسجد هنا ان شاء الله. ان شاء الله.